ولي على عمتي ولي على عمتك يا رئيس ولي على عمتي ولي على عمتي يا ما بدر يا ما طلع جاك ضيوف يا أهلين وسهلين بالشباب نور البيت والله الحماية تبعكم بتحبكم ما في شي من واجبكم كوسة محشي يا مو نزلي لهم الكوسة محشي من الكبة هالمرة ما زبطت حظكم حلو شحطوه لك وين عم تشحط انت وياه بعد هيك لك اتركك على حالك لك عنك لك يمينك عنك يا ابو بوسي لك انت جاي لك وين عم تشحط يا ابو بوسي شكلي انت خلص روحي لك خلوني معك راجع لك انا راجع لك خلاص يمينك عنك ما عم تقلع له كتفه شو ما بتقلع خلاص يا ابو بوسي ايدك عامل لك فوتي لجوا اعطوني شحطي هيك خلص امشي لحالي بحكي هيك الله يبارك فيك سيدي بدر الدين الزين أحد المشاغبين اللي تعذبت قواتنا حتى قدرت تعتقله. شو عامل؟ طعن عدد من جنودنا ما أدى لوفاته. داعي لقتل جنودنا يا بدر بدك الصراحة سيدي طبعا حبيت رد لكم يا باردة سخنة والأسباب جماعتكم قتلوا الوالد والأسباب لأنه الوالد كان يقتل فرنساوية برافو برافو يعني انت بتلاقيها حلوه جماعتكم يقتلوا الوالد وانا كنا على الجرح واكتفيت قتل ولا لسه بصراحه كنت ناوي زيد الدار تارين وقتل لي 20 30 جندي بس شوفت عينك كمشت راسك حيوان مقبولة منا اخرس كمان مقبولة منا بدك تخرس ولا لا ولك راح تخرس ولا لا يعني انت بتلاقيها اخرس ايه بزمتي وديني عندي غلاوتكم بغلاوة بدر الدين ابني الله يرضى عليه ويرد لي يا سالم غانم بجاه النبي محمد وانت بصار الوالدة خالتين بدر والله يرد لك بدر عن قريب يا خالتين بدر وسلمته لرب العالمين شوف انا مو خايفة عليه زيادة يقبر قلبي بعرفه ذكي وحدق وبيدبر حاله والشباب خالتي مو مقصرين عم يعملوا جهودهم كلها ليطلعوا كل الأسرة الله يقويكم ويقويهم يا رب وينصرنا يا رب قول امين امين يا رب وهلا احلى برات شاي لعيونكم يعني ما بتعرف شي عن أبو طالب؟ ما بعرف غير إنه هو كبير الحارة وتاجر سجاد سيدي بس؟ بس سيدي وشو بدي أعمل فيك إذا طلعت عم تكذب؟ سيدي أنا ما بكذب طيب سيبهم شو بتعرف عن الرجال اللي بيتعامل معهم أبو طالب؟ كمان ما بعرف شي سيدي الصبيتين اللي عم يهاجموا رجالنا طلعوا من القنوات شو بتقول؟ كمان ما بعرف شي يعني ما سمعت من الأهالي مين بيكونوا هالصبيتين؟ إذا كبارية الحارة ما بيعرفوا شي الأهالي شلون بدهم يعرفوا؟ طيب شو ردة فعل الأهالي على اللي عم يعملوه؟
ما بعرف. طيب خذوه، خلوه يعترف عن كل جرائم ورجعوجي. هذا صيد. سلام. مشي ولاد. مشي. شي بيشرف وبيرفع الراس يا رجال، شوفوا بناتنا وشرفنا وعرضنا شو عم يسووا. الله محيي البطل اللي عملوه. اسمعوني يا رجال، الشي اللي عملوه هالبنات حمل علينا كلياتنا، ونحن رجال الشام لازم نكون قد الحمل باذن الله. السلام عليكم يا رجال. وعليكم السلام. قبضوا على بدر الدين وسكوه من قلب بيته. عم قبض شو هالعمل؟ اكيد فساديه فساديه. ما في كلام. الله اكبر. يا الله طيب. يوم يا عمي شو الكلام؟ Thank you.
سيدي تم مهاجمة بعض قواتنا ومعسكراتنا من قبل مجموعات المخربين، وتم نهب مخفر حي العمارة من كافة أسلحته وذخائره وقتل جميع عناصره. كمل. واللي تبين انه هدول المجموعات مدربين بشكل محترف ومنظم. شو قصدك؟ جيوشنا غير مدربة وغير منظمة؟ العفو سيدي، ابدا ما قصدت هذا الشيء. بكل الاحوال يا فخري هذا الكلام مو مقبول. تحت اي ظرف؟ امرك سيدي. معك اسبوع حتى تنهي هاي المهزلة ولا ما راح تشوف خير ابدا. بس اسبوع فخري اللي عندي حكيته، انصرف. احترامي سيدي.